ومضة لا حدود لها، بل بريق ساطع نثر شعاعه من دبي في أكسبو 2020، لحظة تاريخية ستبقى خالدة في أذهان العالم وعلى خريطة الكرة الأرضية. بوابة الافتتاح سجلت قصصا تروى للبشرية أجمع، بل للحياة كيف تكون وماذا ينتظرها؟ لنقف اليوم على أعتاب ختام 6 أشهر من تواصل العقول وصنع المستقبل، حافلة بإنجازات ومنجزات لا يمكن تحقيقها في هذا الوقت القياسي إلا في دولة لا مستحيل، الإمارات، التي تحدت وباء جائحة كوفيد-19 وتغلبت عليه بتصميم القيادة وحكمتها، بمرونة الإجراءات ووعي المجتمع. خليط من الفعاليات عاشها الحضور متنقلين بين قبة ساحة الوصل إلى منتديات ومؤتمرات مركز دبي للمعارض وشلالات ساحة البحر ونافورة إكسبو 2020 وإثارة منصة اليوبيل ومنصات لحماية الكوكب بين الأرض والشمس وشارع الغاف وحلقات السمر والطرب والفن الأصيل وإيقاعات مسرح دبي ميلينيوم ووقفة استراحة مع أشهى المأكولات في أفضل المطاعم ومن شتى بلدان العالم. تحول إكسبو إلى مجمع دولي عالمي نحتفل فيه بالفعاليات الدولية وبلاط رئاسي لتوافد رؤساء الدول والوزراء وكبار الشخصيات، تارة للاحتفال باليوم الوطني ومشاركة العالم تاريخ كل دولة وسط أجواء الحب والسلام، وتارة أخرى لمناقشة آخر التطورات في المنطقة وآخر ما وصلت إليه اللقاءات من أرض إكسبو إلى العالم، لقاءات التنمية والاستقرار استدامة، أين نحن وكيف سيكون المستقبل؟ الإنسان وكوكب الأرض محوران لم يبخل إكسبو دبي في تقديم الصورة المستقبلية لهما من استدامة وتنقل وفرص لنعيش أبعاد ووجه الغد، وكيف نكون آمنين من الأخطار المحدقة بنا، وكيف نطور ما وصلنا إليه من تقدم وازدهار في خدمة الأرض والحياة عليها. حقيقة لا يسعنا حصد كم الفعاليات التي أقيمت من أجل ذلك، ويكفي أن نقول إن أطفالنا وشبابنا شارك بفعالية في بناء المستقبل وخلق الأفكار والابتكار من أجله، ليلتقوا بالعلماء والخبراء في بقعة مضيئة خلقت ترابطا متينا لصنع مستقبلنا بأيدينا. إماراتنا 7 انتهزت تربع إكسبو على أرض الدولة حتى حملت جميع مناسباتها الوطنية والوزارية والرسمية والمحلية ونقلتها إلى أرض الاستدامة من لقاءات رئاسية واجتماعات مجلس الوزراء واحتفالات وطنية. كيف لا وهو شاهد على 50 إمارات الماضي والخمسين القادمة برؤى قيادة رشيدة بدأت بنفسها ووطنها من أجل البشرية وازدهار الأرض. أكثر من 20 مليون زائر تركوا بصمتهم في حضور قياسي تاريخي لأحد معارض إكسبو. هكذا هي الإمارات تصنع العجب وتؤمن أن المستحيل ليس في قاموسها، والرقم 1 هو تطلع القيادة الحكيمة التي لا تقبل بالتنازل عن المركز الأول في جميع مناحي الحياة، وتؤمن أن المستقبل يجب أن يجمع الجميع في حب وسلام، لنبني ونعمل من أجل الخليقة متسلسلة الحين بالعلم والابتكار. هكذا كانت لحظات إكسبو 2020 دبي تاريخية في كل يوم في كل ساعة في كل حدث، لتبقى مشاهد الانبهار والافتخار على وجوه الحضور شاخصة في سماء الإمارات، لتنجح الإمارات في كسب ثقة العالم في ظل جائحة عصفت وأغلقت الدول، لكن الإمارات كانت حاضنة للجميع.